الأحزاب الإصلاحية والرجعية حاولت معك مؤخرا أنها تقول أن تقول بشكل ديما خوشي أنك تذكر حركة 20 فبراير، أن حركة 20 فبراير ساهمت من مواقعها أنها تخلق واحد حراك سياسي على مستوى المغرب، وأنا في الآن عندنا دستور ديمقراطي وتنشكرها ومابقاش مبرر ديال الخروج ديال الحركة للشارع. أنا كحركة 20 فبراير طردتوا على هاد الناس هذا بشكل واضح، أنه الدستور هذا اللي تم الاستفتاء عليه نهار الجمعة هو دستور ديال العبيد، هو دستور ممنوح، هو دستور حافظ ولا زال يحافظ على الجوهر الاستبدادي بدستور 96 والدساطير اللي ما قبلوا، وبالتالي الدستور ما ضافيناش شي حاجه اللي هي جديده اكثر من انه بشكل واضح انه المطلوب ديال حركه 20 فبراير هو دستور ديمقراطي شعبي. الدستور الحالي ما فيش بشكل واضح فصل ديال السلطات، ما فيش فصل السلطه على المال، ما فيش فصل الدين على الدوله، ما ممكنش يكون دخل ديال الحريه ديال الكرامه ديال العداله الاجتماعيه، وبالتالي المطلب الاساسي ديال الحركه ما ممكنش يتحقق نهائيا ظل هذا الدستور. هذا جانب الاول. جانب ثاني الاساسي هو انه الابواق هذو اللي هي مواليه للنظام تحاول حاليا تدفع الحركه وتطرح اشكال على الحركه، هو اصلا مطروح هو ديال اش، هو لك مجموعه ديال القوى السياسيه حاليا تحاول تكل الحركه وتحاول تدفع الحركه من قبل انه كيطرح مثلا الخلافه، كيطرح دوله وطنيه ديمقراطيه شعبيه، كيطرح جمهوريه، كيطرح ملكيه برلمانيه، كل واحد اش يطرح. وبالتالي هذه القوى هذه السياسيه الان هي دائما الحركه، واللي من خطا بشكل فعلي داخل الحركه ماشي يهمها هو المطلوب ديال الحركه 20 فبراير الدستور ديمقراطي ماشي ما تلقى به، ولكن هو الانتقاد للحركه في خلق ولا في اختناق نظام سياسي اللي هو ما كاينش. حتى في الكروات حنا كحركه 20 فبراير نؤمن جيدا ان الدستور الديمقراطي الشعبي ما ممكنش يكون الا في نظام سياسي اللي ممكن يستعبو، وبالتالي طرح نظام سياسي نظام سياسي حاليا ما هو الا القفز على الامام، ما هو الا دفع الحركه في نقاشات اللي هي نقاشات اللي هي جوفاء، نقاشات اللي ممكن الا تعرقل الحركه. وحركه 20 فبراير هي واعيه كل واعي وعندها مطالب هي اساسيه وواضحه ودقيقه اللي هو دستور ديمقراطي شعبي، مطالب اقتصاديه ومطالب سياسيه اجتماعيه. وبالتالي حتى نقولوا ان استمرارنا في مسار حفظ الله، استمرارنا في حركتنا هو بشكل طبيعي وبشكل موضوعي، لان الشروط اللي فرزت حركه 20 فبراير الشروط الموضوعيه والذاتيه اللي فرزت الحركه هي لا زالت قائمه، حتى حتى حاجه ما تغيرت في السياق هذا. هذا الجانب الاول. وكاين الجانب الثاني، حتى باش نمشيو على الدستور هذا مثلا، ها هو الدستور، ها هو السيكتا. وكون بشكل واضح انه حركه 20 فبراير بشكل واضح هي تشكك ولا هي لا تعترف ضمنيا نتائج الاستفتاء، لا على مستوى الشكل لا على مستوى المضمون، انه الاستفتاء كان كله تصوير، كان كله هو تصوير الاراده ديال الجمعيه الشعبيه، ولا ممكنش الاشاره اللي هي اساسيه وللاسف مجموعه ديال الناس ما التقتوهاش، وخص الجمعيه الشعبيه انها تلتقطها في هذه المدينه هذه. وحنا كحركه 20 فبراير غادي نلفتوا الانتباه ديالكم لهذه المساله، هذه هي مساله ديال كيفاش تم التوظيف من اجل انه الاراده السياسيه ولا من اجل واحد من اجل اراده سياسيه ديال النظام السياسي القائم في المساله ديال السفتة. هنا ممكن نكون واضحين، وفي هذا السياق هذا كذلك حركه 20 فبراير تطالب محاسبه ومحاسبه وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، لانه لا يعقل لا يعقل انه بشكل مركزي ان وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه مركزيا انه تفرض على جميع الائمه ديال المغرب في خطر ديال الجوعه ما قبل الاستفتاء انهم يطلبوا الاستفتاء، وهذا خلق سافر، خلق سافر الاختيار وخلق سافر الاراده ديال الجماهير الشعبيه، وتعتبر انه كذلك هو ضغط معنوي، ضغط معنوي للجماهير الشعبيه انه تقبل انه دير نعم. بينما باش نمشيو للخطر ديال الجمعه تلقاو الائمه تيخيروا المواطنين وتيخيروا الناس تيمشيو للجوال ديال اودي، راه لا تصورت على نعام، راك انت تطيع الله وراك انت تقدم واحد الولاء الوطن، بمعنى انه نعام اصبحت تساوي
طاعة الله وأصبحت تساوي طاعة الرسول وأصبحت تساوي طاعة ولي الأمر وأصبحت تساوي الولاء الوطن. وهذا خطر لأن الاستفتاء الاستفتاء هي عملية تستفتى فيها الجماهير الشعبية، ما فيهاش عدد ولي الأمر، جماهير شعبية تستفتى وتخير بين نعم وقول الأوقاف الإسلامية هو يمثل الدولة، وهذه الدولة هذه في مكاتب التصويت حتى نعم أولى وبالتالي ما بحقوش نهائيا، ولكن في هذا الديمقراطي خصنا نحاسبو وخصو يتحاكم، ما خصوش نهائيا يقصي الناس اللي حقهم يطرحوا له والناس اللي حقهم يطرحوا اللي بغا يقطعوا. إذا في هذا السياق هذه المسألة هي أساسية اللي هي تعبر بشكل واضح وبشكل ملموس أن إرادة التصويت كانت هي إرادة سياسية وعلى المستوى المركزي كانت إرادة سياسية، وأنه فعلا أن النظام السياسي القائم في البلد هذا هو ما عندوش الهم أنه يحل الأزمة أكثر من أنه الهم ديالو هو أنه يدبر الأزمة وأنه يخطط في الأزمة. وهذه العملية ديال تدبير الأزمة بهذا الشكل وديال تمطيط الأزمة بهذا الشكل هذا ممكن إلا خلال حركة بشي فراير لكل منظمات ديمقراطية الحية في هذه البلاد أنه تستمر في النضال ديالها وتستمر في الدينامية ديالها حتى تحقيق المطالب ديالها اللي هي مطالب هي مشروعة وهي مطالب هي محقة اللي كنا ممكن تمثل في دستور ديمقراطي شعبي في دستور